أنا مريم مغربية عايشة في الإمارات من 6 سنين، ودخلت المجال ديال البلوغرز ديال الانستغرام، وهذا صافي 3 سنين دابا باش دخلت ليه، ودخلت غير بالصدفة. المحتوى ديالي أنا حاولت أنني ما نكونش يعني متخصصة في حاجة واحدة، يعني حاولت أنني نكون فاغي واحد شوية، يعني كندير شوية ديال، أنا أكثر حاجة كتعجبني هي سكين كير، كيعجبني البنات يتهلاو في روسهم، كيعجبني البنات يتهلاو في البشرة ديالهم، في الشعر ديالهم. سو أنا أكثر حاجة تخصصت ليها وطرقت ليها هي سكين كير، وأكثر حاجة بديت بها هي داك الشيء الطبيعي. يعني كان آمن أنا بالوصفة الطبيعية، وكان آمن أن ما كاينش محسن من الوصفة الطبيعية. بديت كندير دي ماسك هكا ديال البشرة، ديال الشعر، ديال لابو، داك الشيء، هاد الشيء باش بديت صراحة. من بعد شوية بديت تنمشي حتى للمجال ديال الميك اب، بحكم الخدمه ديالي تما كنت خدامه في البيوتي سيكشن، يعني في البيوتي ديبارتمنت ستور، نفس الشكل ديال الفيسز هنايا تمايا في ابو ظبي. هذا الشيء اللي خلاني اكثر نزيد يعجبني الدومين، ويعجبني المجال ديال البيوتي اون جينيرال. كيعجبني جواد بينغو صراحه، شفت ليه بزاف ديال لي موديل وخدم ليهم، يعني الطريقه ديالو باش كيخدم الميك اب صراحه عنده واحد اللمسه سحريه. الميك اب الشرقي شويه كيكون نفس ما كنقولوا ثقيل هيفي، كيكون شي شويه كيركزوا بزاف على لابارتي ديال العين، يعني كتكون كيركزوا بزاف على لابارتي ديال العين. هنايا في المغرب لا، يعني كيرسموا الوجه كامل، تما تقدر دير غير هاد لابارتي هادي، وكدير روج ا ليفغ خفيف صافي، تقدر هذا هو الميكاب. ولكن اكثر حاجه وحتى مثلا الرموش، يعني الرموش السايز ديال الرموش اللي تيديروا هنا في المغرب تيكون شويه اقل من الشرق، يعني هادو هما الاختلاف. وحتى الشرق راه فيه الخليج وفيه الشرق، يعني ما نقدروش فيه الخليج كانه الامارات السعوديه، هادو كيكون شويه الميك اب ديالهم كيف ما قلت لك ثقيل شي شويه. الناس ديال مصر او تونس وهادو تقريبا في حالنا، يعني نفس ستايل ديال الميك اب اللي عندنا عندهم. ما كنتش نهائيا انا كنفكر انني نمشي لدوله عربيه اصلا، يعني ملي كنت صغيره ما كانش الحلم ديالي دوله عربيه، ولكن الخير فيما اختاره الله، وداك الشيء قضاء وقدر. يعني لقيت راسي في الامارات، وصراحه مزيانه الامارات، يعني حتى كاين بزاف ديال الناس عندهم واحد الفكره اللي هي ما مزياناش على الخليج، وهذا هادي نقدروا نهضروا على هذا الشيء واحد ممكن واحد 20 عام، واحد 25 عام. ولكن دابا كاينين تبارك الله كاينين شي بنات اللي مغربيات اللي كيشرفوا المغرب، يعني وكيخدموا في دي سوسيتي اللي هما ملتي ناسيونال تما، شادين دي بوست اللي هما واعرين. وانا بحكم الخدمه ديالي كنت كنخدم بزاف في لي زيفينمون، يعني شفت بزاف ديال الناس، وخدمت تقريبا في الامارات كلها، يعني في دبي ابو ظبي، يعني الامارات السبع، شفت بزاف ديال المغربيات. انا كانت عندي شويه فكره انا منين كنت هنا، ولكن نحاولوا ما نعمموش، يعني كاينين بزاف ديال البنات يمشيو بقرايتهم، تيمشيو قاريين عندهم نيفو، وشوفوا اي بلاصه فيها الزين وفيها الشين، بليز ما تعمموش، لانه كاينين بنات ديورهم، كاينين بنات اللي تما متزوجات بعائلاتهم بوليداتهم، يعني وخدامين بدراعهم، وكاين اللي تيقرا، وكاين بزاف، يعني احنا اللي عايشين تما اللي تنشوفوا. صراحه انا ما 3 سنين ما نزلتش المغرب، و6 سنين ما عيتش مع دارنا، ما يعني بحكم الخدمه ديالنا كنخدموا بزاف حنا في الاعياد، رمضان، عيد كبير، ما تنقدروش ناخذ كونجي في هاد لي بيريود هادو. توحشت رمضان في المغرب، توحشت العيد في المغرب، توحشت الجماعه في حلاكة مع خواتاتي ومع ماما وبابا، توحشتهم سورتو فاش كيمرض شي واحد. يعني مثلا مؤخرا بابا مسكين دار واحد لوبيراسيون وانا ما حضرتش ليه، يعني
درني خاطري بزاف. هذا الشيء هو ديزافونتاج ديال سميتو السلبيات ديال الغربه. ولكن تنحاولوا نقويو ريوسنا. وكتحاول تقاتل فحال هكا توحشي ماما كتجيبها عندك كدوز واحد الشهر. المهم انا كيف قلت لك انا عندي الخدمه ديالي تما. ملي غنرجع غنحاول واحد كيحاول يديفلوب حتى في الخدمه ديالو كيحاول يمشي كيف قلنا نهزو بالرايه المغربيه. احنا مغربيات والحمد لله وي ار براود كنفتخروا اننا مغاربه. كنحاول عندي شي حوايج حتى في الخدمه ديالي باغا نديرهم. ان شاء الله ربي يسهل.